أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والبداية كالعادة بالعناوين. موقع إخباري ينشر أسماء المتورطين بتعذيب السجناء في محافظة ذمار. وفي الوحدوي نت، الأهالي في تعز يعيدون 5000 طالب إلى مدارسهم. صحيفة سعودية تقول عدن جاهزة لاستقبال السفراء والوفود الأجنبية. وفي الأخبار الأكثر قراءة، امرأة بريطانية تتقدم ب 27 شكوى ضد زوجها. أهلا بكم، والبداية من مبادرة في ريف تعز تحدثت عنها معظم المواقع الإخبارية، حيث عنون موقع الوحدة وينت مبادرة مجتمعية تعيد أكثر من 5000 طالب وطالبة إلى مدارسهم في عزلة العزاعز. قال الموقع: نجحت مبادرة مجتمعية في أحد أرياف مدينة تعز بإعادة أكثر من 5000 طالب وطالبة إلى مدارسهم بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب إضراب المعلمين والمعلمات، حيث بدأت الدراسة في 6 مدارس من أصل 7 مدارس في عزلة العزاعز في مديرية الشمايتين بتعز، وتمكن أكثر من 5000 طالب وطالبة من العودة إلى مقاعدهم بعد نجاح المبادرة التي قدمها صندوق دعم التعليم لأهالي العزلة بهدف استئناف العملية التعليمية. وقد استطاع صندوق دعم التعليم من جمع مبلغ 5 ملايين ريال تبرعات من أبناء المنطقة ليتم توزيعها على المعلمين والمعلمات بحسب الكادر التعليمي في كل مدرسة، وبمبالغ رمزية تساهم في توفير الحد الأدنى من متطلبات الكادر التعليمي. اقتصاديا، عنون موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية: الحوثيون يفاقمون معاناة اليمنيين بعد فرض رسوم جمركية جديدة. يقول الموقع إن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من مدن البلاد فرضت رسوما جمركية إضافية على الواردات والسلع التجارية على مداخل المدن الرئيسية، وهو ما تسبب بارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه اليمنيون من فقر مدقع وأزمات اقتصادية. وقال تجار في العاصمة صنعاء إن الإجراء الجمركي الجديد انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين بارتفاع الأسعار بنسب بين 10 إلى 20% بما في ذلك أسعار الدقيق والسكر والأدوية والسلع الأساسية. وقال مراقبون في تصريحات نقلتها الأناضول أنه بات من اللازم على التجار أن يسددوا رسوم الجمارك مرة بالموانئ الرئيسية في الحديدة وعدن وحضرموت، ومرة أخرى لمندوبي مصلحة الجمارك في مداخل المدن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وحلفائها. عن بعض الخفايا التي تدار في الظل، كتب علي العمراني مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال في أجزاء من المقال: نفهم من زمن أن الانفصاليين الكبار في صنعاء، فلو لم يضمن صالح عام 1990 أنه سيكون الرئيس لما خطى خطوة واحدة حقيقية في اتجاه الوحدة، ولذلك لم تكن حرب عام 1994 في حقيقتها حربا في سبيل الحفاظ على الوحدة بقدر ما كانت حربا من أجل الاستحواذ على كل شيء دون شراكة حقيقية لأحد. سمعت أحدهم قبل شهور وهو على قدر كبير من الدراية ببواطن الأمور ومقرب لسلطة الأمر الواقع في صنعاء ومطلع على نواياها، يقول بأن الخلاص من الحرب يلزمه التخلص من شرعية الرئيس هادي، ويتأتى ذلك من خلال طرح التفاوض على موضوع الانفصال، وقال: نقول لهم هل تريدون الانفصال؟ إذن تعالوا نتفاوض. وخلاصة فكرة صاحبنا هذا هي التفاوض مع من يرى أنها سلطات أمر واقع في رأيه في الجنوب بعيدا عن السلطة الشرعية، لينتهي الأمر بأن يدير كل طرف ما تحت يده، ويقصد تسليم الشمال للحوثيين ويسلم الجنوب للانفصاليين النافذين في الميدان هناك على حد قوله. مشكلة صالح بعد عام 1990 أنه أدار دولة الوحدة بالفساد والارتجال والتسلط والحروب والجشع والأنانية، وكان ينقصه الخيال السليم والشعور بالمسؤولية الوطنية والتاريخية
في إدراك نتائج مخاطر تلك الإدارة الباطلة العرجاء، في تقديري أن ما يحدث في العالم العربي اليوم سيقود إما إلى أشكال من الوحدة أفضل وأسلم وأكثر عدلا مما كان على مستوى كل قطر عربي وعلى مستوى الوطن العربي كله، أو أن ما يحدث اليوم سيقود إلى تفكيك وشرذمة أكبر مما كان لن ينجو منه أحد، ابتداء بالبلدان التي تعاني من الحرب مباشرة ومن ذلك اليمن بالطبع، وسيترتب على ذلك مستقبلا انفجارات وزلازل وكوارث لا تقل خطرا وكارثية مما نواجهه اليوم. اللغم البحري الأكبر من حيث الحجم والذي عثر عليه الجيش الوطني في ميدي تحدث عنه موقع المصدر أونلاين وقال: القوات البحرية اليمنية أعلنت العثور على لغم بحري زرعه مسلحو الحوثي وقوات صالح قرب سواحل مدينة ميدي. وأضاف الموقع أن جنود قوات البحرية كشفوا اللغم أثناء دورية قاموا بها على متن زورق بحري. وأضاف الموقع أن اللغم من الحجم الكبير وله قاعدة تثبيت وثقالة، وكانت قوات البحرية في المدينة كشفت منتصف مارس الجاري عن العثور على عشرات الألغام البحرية في مياه البحر القريبة من ميدي والتي تخضع لسيطرة قوات الجيش. يقول موقع المشاهد نت في تقرير خاص بمرور عامين من الحرب أن الغموض لا يزال يلف مستقبل البلاد، وتسبب النزاع بأزمة إنسانية خطيرة في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، مع نزوح نحو 3 ملايين شخص عن منازلهم وحرمان حوالي 18 مليون شخص من بين 27 مليون يمني من خدمات الطب والغذاء. يفيد الموقع أن التنظيمات المتطرفة وجدت في النزاع فرصة لتعزيز نفوذها في البلد الفقير. ذات ليل اقتيد الشاب علي محمد العقبي مع مجموعة من رفاقه إلى أحد سجون ميليشيا الحوثي في شبام كوكبان، وهناك تم التحقيق معهم وإلصاق التهم بهم. يتذكر علي ما حدث معه في سجون الميليشيا ويكتب: السادس والعشرون من مارس ذكرى اعتقالي برفقة زملائي مؤسسي حركة رفض بالمحويت من قبل الميليشيات الانقلابية بالمحافظة، وإيداعنا في أحد سجونهم السرية بمديرية شبام كوكبان. أقف عند ذكرى أول ليلة أمضيناها بين جدران تلك الزنزانة التي ملأ أجواؤها رائحة الخوف والموت، فكانت ميليشيات الحوثي مفزوعة مرعوبة من تدخل التحالف العربي الذي وافق ذات اليوم. أتذكر المواقف والوجع الذي شاهدته في سجونهم، أتذكر معاملتهم الهمجية، صرخاتهم الكاذبة، تهديداتهم الخبيثة عندما كنا نطرق أبواب الزنزانة لكي يسمعنا شاويش السجن، فيأتي غاضبا يحذر محاولا إذلالنا، ولكننا كنا شامخين كجبال بلدتنا. أتذكر عندما كان المشرف الحوثي المدعو أبو مطلق يغلق علينا أبواب الغرفة المظلمة الباردة رافضا أن يمنحنا فرصة للذهاب إلى الحمام، متعمدا أن يحسسنا بفقد الحرية. لا أنسى التحقيقات معي ومع زملائي منتصف الليالي الباردة، كان غباؤهم مضحكا وتحقيقاتهم تدعوك لأن تضحك بشكل مسموع. أتدرون ما كان ذنبنا الذي استحقينا عليه السجن من قبل هذه الميليشيات؟ أننا أعلنا عن إشهار وتأسيس حركة رفض في المحافظة، ولأنهم يرتعبون من كلمة رفض ومما تحمله من معاني الحرية أصيبوا بخوف هستيري، وحين انتقدنا ووقفنا ضدهم في محافظتنا وأعلنا عدم رضانا عن تصرفاتهم الرعناء التي يرفضها كل عاقل، حاربونا وحاولوا إركاعنا بأساليبهم المعروفة ما بين تهديد ومضايقات واقتحام للسكن والسجن. موقع الصحوة نت يكشف بالأسماء عناصر ميليشيا الحوثي التي تتولى تعذيب السجناء في محافظة ذمار، وقال الموقع إن مصادر محلية في مدينة ذمار سربت معلومات مؤكدة عن أسماء القيادات الحوثية المسؤولة عن إدارة سجن البحث الجنائي بمدينة ذمار والمتورطة وراء التعذيب الوحشي ضد مدنيين وناشطين. وكشفت المصادر المقربة من قيادات البحث التي فضلت عدم ذكر اسمها للصحوة نت أن من بين القيادات الحوثية التي تقوم بتعذيب السجناء ضباط كبار ذكر الموقع أسماءهم،
وتبعت المصادر قولها أن أحد هؤلاء الضباط يقوم بتعذيب السجناء شخصيا، وهو نفسه من قام بكسر أنف أحد المواطنين مسبقا أثناء التحقيق معه بتهمة انتمائه للمقاومة الشعبية، وهو نفسه الذي قام بتعذيب مختطفين من أبناء عتمة. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن تصعيد القتال خلال الأسابيع الستة الماضية في مدينة تعز اليمنية أدى إلى تشريد 48 ألف شخص. وقال موقع الاشتراكي نت إن المنظمة الأممية تمكنت من الوصول إلى مدينة المخا بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة. قال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سيلت مارش في مؤتمر صحفي بجنيف: كان الوصول الإنساني إلى المخا، وهي إحدى أكثر المناطق المتضررة من القتال بمحافظة تعز، صعبا بسبب استمرار الاشتباكات والقيود المفروضة على الحركة من قبل أطراف الصراع. وأضاف أن فرق مفوضية شؤون اللاجئين توجهت إلى المخا وبدأت عمليات توزيع المساعدات في مناطق أو في منطقة قريبة من الخطوط الأمامية للقتال. وأفاد المكتب الميداني لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن الكثير من النازحين يعيشون في ظروف بائسة ويفتقرون إلى خدمات الماء والصرف الصحي ويتشاركون في الموارد المحدودة في المجتمعات المضيفة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ركزت صحيفة العربي الجديد على الجانب السياسي الذي لم يحقق تقدما ملموسا، وعنونت الصحيفة: مفاوضات السلام اليمنية بين الجمود الأممي وتسريبات المبادرة الروسية. تقول الصحيفة أنه على الرغم من اقتراب ذكرى انطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن قبل عامين، والتي كان من المتوقع أن تتصاعد بالتزامن معها وتيرة جهود إحياء المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية، إلا أن الجمود لا يزال يحيط بجهود السلام وسط تسريبات غير مؤكدة عن وجود مبادرة روسية تسعى لتحريك المسار السياسي، فيما تتواصل المواجهات الميدانية مع تراجع محدود لها في بعض الجبهات. وفيما توجه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة، وقام بزيارة معلنة منذ أيام إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لم تظهر حتى اليوم مؤشرات إلى تقدم الجهود الأممية لإحياء المفاوضات، والتي وصلت إلى ما يعتبره البعض طريقا مسدود. صحيفة الخليج عنونت في أحد تقاريرها عن اليمن: الانقلابيون يدمرون مدارس وأحلام أطفال اليمن. قال الموقع إن صواريخ الكاتيوشا التي يطلقها الانقلابيون على المدنيين في مدينة تعز المحاصرة حرمت الطفلة روى أحمد الحالمة بأن تصبح معلمة لغة عربية من الاستمرار في الدراسة بعد أن دمرت هذه القذائف مدرستها ومعها أحلامها. وروى وفقا للصحيفة: حالها حال نحو مليوني طفل يمني آخر وضعت أحلامهم في النيران التي أغلقت أبواب مئات المدارس. وتضيف الصحيفة: وجد بعض الطلاب الذين اضطروا للابتعاد عن مدارسهم بسبب النزاع أنفسهم مضطرين للبحث عن عمل، بينما عمد آخرون إلى التسول، فيما تعرض أكثر من 1500 منهم وجميعهم من القاصرين إلى التجنيد القسري في صفوف الحوثيين. تتابع الخليج: يزيد ابتعاد الطلاب عن مدارسهم من خطر تجنيدهم أيضا من قبل الجماعات المتطرفة والتي استغلت النزاع لتعزز نفوذها في بعض المناطق. قال المهندس عمار العولقي وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة في حديث للشرق الأوسط أن هناك آثارا مباشرة لسيطرة الميليشيا على موانئ تصدير واستقبال النفط على طول الساحل اليمني، بالإضافة إلى الموانئ التجارية والمدن الساحلية جراء نقل الزيت وتصديره بطرق عشوائية دون مراعاة للقوانين الدولية. وأشار الوكيل إلى أن ظهور سوق سوداء لمشتقات النفط
أفرز موانئ غير رسمية لها تأثير مباشر على البيئة، إذ لا توجد رقابة على عمليات التفريغ لهذه السفن من وإلى اليابسة، وهذه العملية ينتج عنها تسرب من الناقلات تشكل ضررا على الأحياء البحرية. وأضاف وكيل الوزارة: تعد مصانع الكيماويات في المناطق غير المحررة من المخاطر التي تهدد البيئة التي تدار من قبل الميليشيات. الثورات والشباب والمؤشر العربي، تحت هذا العنوان كتب سيف الدين عبد الفتاح مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال في أجزاء من المقال: في المؤشر العربي تعد نتائج رغبة المواطنين في الهجرة إلى خارج بلدانهم مؤشرا ذا دلالة يمكن استخدامه في التقييم العام لأوضاعهم بصفة عامة وفي تقييم أوضاع بلدانهم، إذ تظهر النتائج أن 24% من المستجيبين يرغبون في الهجرة إلى الخارج في مقابل 75% لا يرغبون في ذلك. عقد المركز العربي مؤتمره السنوي للأمور الاجتماعية والإنسانية، والذي اختط مسارين، أحدهما حول هجرة الشباب، درس البلدان وفئات الشباب وبحث عن الأسباب وعرض التفسيرات، كلها صبت في حالة التهميش للشباب، سواء أكان ذلك يتعلق بأوضاعهم المادية أو بأوزانهم المعنوية. بين هذا وذاك كان انسداد الأفق، على الرغم من أنهم يمثلون هبة ديموغرافية ويمكن أن يتحول إلى طاقة نوعية، إلا أن ألاعيب هؤلاء الذين تمرسوا في سياسات هي أقرب إلى تهجير الشباب، حتى لو أدت إلى ذلك بشكل غير مباشر، لتضع الشباب في مواجهة انسداد الأفق وتواري الأمل، سواء على نحو فردي أو على مستوى مجتمعي. إنها قضية الشباب والتغيير، إنها قضية الشباب والتأثير التي بدأت بإشارة الثورات العربية، فإذا بهؤلاء يقطعون عليهم الطريق من كل اتجاه، فنجد أن ربع الشباب يميل ويتجه للهجرة إلى الخارج. يصل الأمر إلى أن يلقي كثيرون من هؤلاء بأنفسهم إلى موارد التهلكة حتى يهاجروا إلى دول أوروبية في قوارب لا تقوى على حملهم، وغالبا لا تصل إلى مرفأ لأمانهم وتأمينهم، فيصل بعضهم ويغرق آخرون، وتظل أشواق وأعداد الهجرة تتزايد حينما ينسد الأفق وتنقطع الآمال. هذه هي قصة الشباب، قصة الشباب مع التغيير والتأثير، قصة الشباب مع التهميش والتشويه. صحيفة سعودية قالت في أحد تقاريرها إن عدن آمنة وجاهزة لاستقبال السفراء والمنظمات الدولية. وتنقل صحيفة الوطن السعودية عن مدير أمن عدن شلال شائع قوله: المحافظة باتت جاهزة لاستقبال موظفي كافة الوزارات ومرافق العمل الحكومية، إضافة إلى سفراء الدول الصديقة والشقيقة وممثلي المنظمات الدولية. وقال في تصريحات للوطن إن عدن باتت آمنة حاليا بعد تأهيل وصيانة أغلب الإدارات الخدمية والأمنية، وفي مقدمتها إدارة الهجرة والجوازات والهوية والبحث الجنائي والتحريات وخفر السواحل ومراكز الشرطة بمديريات العاصمة المؤقتة. وحول محاكمة المتورطين في العمليات الإرهابية، فقد قال مدير الأمن إن محكمتي صيرة والتواهي بدأتا بالفعل في مباشرة عملهما، وكذلك النيابات، حيث سيقدم المتهمون إلى المحاكم للبت في القضايا قريبا. خسرت امرأة تقول إنها تعيسة لدرجة اليأس في زواجها أحدث جولاتها في معركة قضائية غير معتادة بصورة استثنائية. وقالت شبكة البي بي سي إن تيني أوينز ذات 66 عاما طلبت من محكمة الاستئناف إلغاء قرار محكمة قضى بأنها لا يمكنها أن تطلق زوجها هيو أوينز. وتقدمت أوينز ب27 شكوى بشأن معاملة زوجها لها، من بينها أنه يفتقر إلى الحساسية في أسلوبه وطريقته في الحديث، وقالت إنها تشعر أنها غير موثوق فيها بصورة دائمة، وأنها تشعر أنها غير محبوبة. وفي تحدي لقرار اتخذته محكمة الأسرة العام الماضي رفض فيه القاضي طلبها للطلاق على أساس أن الادعاءات التي تقدمت بها من النوع المتوقع في الزواج.
الجوع جريمة سياسية، تحت هذا العنوان كتب مالك التريكي مقاله المنشور في القدس العربي. لو كان بين أفراد الإنسانية وأممها الحد الأدنى من التضامن الفعلي لكانت أول حاجة تؤخذ مآخذ الجد هي الحاجة إلى الغذاء، إذ ليس هناك أسرة يمكن أن تترك أضعف أعضائها فريسة للجوع لمجرد أنه عاجز عن الحصول على الطعام بنفسه، إما لصغر أو كبر أو مرض. ومع ذلك فإن الأسرة الإنسانية تترك عشرات الآلاف من أبنائها وبناتها يموتون كل عام جوعا. أي عائلة عاقلة يمكن أن ترضى بأن تفقد ابنا أو بنتا من أبنائها وبناتها كل 5 لحظات أو حتى كل 5 أعوام؟ ومع ذلك فإن تقرير الغذاء العالمي السنوي الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يذكر أن الزراعة العالمية في المرحلة الحالية من تطورها قادرة على توفير الغذاء الكافي لما لا يقل عن 12 مليار نسمة، أي حوالي ضعف سكان الأرض الحاليين. وما يعنيه هذا هو أن حالات الجوع الفردي وحتى المجاعة الجماعية لم تعد تحدث نتيجة لنقص في الإنتاج الزراعي والغذائي مثل ما كان الوضع في الماضي، وإنما هي تحدث اليوم نتيجة قرار سياسي. ولذلك صح قول عالم الاجتماع السويسري الشهير جان زيغلر: إن ضحايا الجوع لا يموتون وإنما يقتلون، إنهم ضحايا عمليات الاغتيال التي ينفذها النظام الاقتصادي العالمي. نشرت صحيفة العربي الجديد مجموعة من الصور لعدد من المعاقين حركياً والذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالحرب وغير قادرين على الهرب. نتابع الصور والتي غالبيتها من مدن العراق. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.